أجرى وزير الخارجية الفرنسي جون إيف لودريون زيارة إلى عدة مدن ليبية، التقى خلالها في طرابلس كلا من رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج ورئيس المجلس الأعلى للدولة عبد الرحمن السويحلي. كما التقى الوزير الفرنسي اللواء خليفة حفتر في مدينة بنغازي، والتقى عددا من السياسيين والعسكريين في مدينة مصراتة. هدفنا هو تحقيق الاستقرار في ليبيا لصالح الليبيين ودول الجوار التي نحن جزء منها، وهذا الاستقرار يتطلب تطبيق إعلان سان كلو الذي نص على تعديل اتفاق السخيرات وعلى إجراء انتخابات. إن ليبيا موحدة ومحصنة بمؤسسات فاعلة هي شرط لتفادي التهديد الإرهابي على المدى الطويل وتحقيق المصالحة.